تعرف على من هو الفقير وكيف يكون الفقير أغنى الأغنياء. يقول ربي جل في علا عن هذا الكتاب العظيم الذي يعلمك كيف تكون أغنى الناس ولو كنت أفقرهم ماديا، يعلمك كيف تكون أسعد الناس ولو اجتمعت عليك أسباب الهموم والغموم كلها، يعلمك كيف تكون أرضى الناس ولو اجتمعت فيك أمراض الدنيا كلها. يقول الله جل في علا: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لما؟ ليدبروا آياته. ما قال صوره، والله كل آية تدخل في قلبك تقلبك من أتعس إلى أسعد الناس، من أفقر إلى أغنى الناس، من أمرض إلى أصح الناس، من أبأس إلى أرض الناس. ليدبروا آياته. دخلت الآية وضربت في ذاك القلب. إيش بعدها يصير؟ تتغير فكرة الإنسان هذا ونظرته للحياة الدنيا. قال: وليتذكر أولو الألباب. سبحان الله، كم آية ضربت في قلبي وقلبك ثم بعدها تغيرت أفكارنا إلى من الفقر إلى الرضا. تعال حبيبي.